مساء الخير يا رب دايما تكونوا بخير. انا دايما كل ما بفتح اليوتيوب الاقي الناس بتعمل ريفيوز للاكل، بس جيت استغربت يا جماعه انا صاحب مطعم اكل ومن اكبر المطاعم الموجوده في مصر وعمري ما عملت ريفيو للاكل بتاعي. الحمد لله لو دخلت على اليوتيوب وكتبت ستومك تلاقي كل الريفيوز كويسه، فانا قررت بقى اختبر الناس اللي شغاله معايا واشوف الاكل شكله عامل ازاي. بس قبل اي حاجه هعرفكم على ستومك اللي هو من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير افضل مطعم فرايد تشيكن في مصر. لو جينا بصينا كده مع بعض، تعالى خش، ده بروست بتاعنا. بروست بتاعنا انا متاكد بنسبه 100% عمرك ما هتلاقي بروست نظيف بالكبر ده بالحلاوه دي. ليه؟ لان احنا مطعم ستومك هو المطعم الوحيد اللي بيستخدم فراخ فريش. المطاعم كلها بتستخدم لك فراخ مجمده والفراخ اللي هي ممكن تكون بايته بقالها كتير، انما لا، احنا بنستخدم فراخ فريش عشان نراضي ربنا في الاكل اللي احنا بنقدمه للناس اللي بتحبنا. لو جيت بصيت على شكل قطعه الفراخ بص هتلاقيها عامله ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل. تعال بقى ندوق بقى الاكل بقى كده مع بعض. والله العظيم هدوقها معاكم لاول مره دلوقتي. وخلي بالكم ده الاكل اللي بينزل للناس، يعني مش عشان انا واحد صاحب مطعم القطعه تكون كبيره وي وي وي. اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله القطعه عامله ازاي، كبيره وحلوه وجميله وطريه وكلها حنيه ومقرمشه. نيجي ندوقها مع بعض. خش عليها بسرعه. فطرة. طب وربنا جنبك يعني شوف بقى. بص انا طبعا ما اعرفش شكل الفراخ من جوه ايه. شايف البياض؟ شايف بتلمع ازاي؟ شايف النظافه؟ شايف الحلاوه؟ شايف الطعامه؟ اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ احنا ازاي جايبين كده؟ والله العظيم. طب بص بقى هوريك بقى حاجه دلوقتي حلوه. انت ممكن تقطع قطعه الفراخ دي وتجربها في ايه بقى؟ صوص الجبنه. خد نصيحة من اخوك، لو جيت هنا لازم تجرب صوص الجبنة عشان خطير. بص يا لهوي، اللهم صل على النبي. احنا ازاي جامدين كده بجد؟ احنا ازاي جامدين؟ حد يقول لي احنا ازاي جامدين كده؟ اللهم صل على النبي. طب اقول لك حاجة بقى، طب انت مش عاجبك حتة الفراخ تعمل ايه بقى؟ ممكن ادور هنا على دبوس حلو مثلا كده او جناح. الله، دبوس اهو. بص بقى الدبوس ده هيغوص فين بقى؟ في صوص الرانش. يا لهوي على الجمدان. خلي بالك الحاجات دي كلها احنا بنعملها عندنا في المصنع، لان ستومك مش مجرد مطعم، ده مصنع كبير. يخش كده يغوص كده. يا لهوي على الجمدان، يا لهوي على الحلاوه، اقسم بالله. بتسمع القرمشه؟ مش عارف الصوت هيظهر ولا لا، بس انا مش قادر اسمع صوتها من كتر القرمشه. اللهم صل على النبي. احنا جامدين قوي بجد، احنا جامدين قوي. معلش انا اضطر اكمل عشان الطعم حلو. مش عامل قرمشه؟ اللهم صل. مش عارف مش عاملين قرمشه ولا لا، بس القرمشه جامده. سامع القرمشه؟ سامع القرمشه؟ سامع القرمشه؟ بجد؟ ماشي. انا دلوقتي هفتح قدامكم حته فراخ نشوف شكلها وطعمها من جوه عامل ازاي. اهو سخنة. سبحان الله، شايف بردة ازاي؟ شايف عاملة ازاي؟ شايف القرمشة عليها عاملة ازاي؟ يعني قطعة القرمشة لوحدها اللي فيها بص قد ايه؟ بص انت اصلا ممكن تاكلها لوحدك. والله العظيم هتلاقي طعم وحلاوة كده. وخلي بالك هتلاقي ستومك في كل حتة، يعني في مدينة نصر، في الهرم، في طنطا، في اسكندرية، في جامعة القاهرة، في اكتوبر، يعني مفيش حتة مش تقدر توصلها، وقريب هتلاقيها في كل الجمهورية. ستومك ملوك الفرايد تشيكن في مصر بجد. نخش بقى على السندوتشات. دي كلها أنواع السندوتشات اللي عندي. طبعًا إحنا عندنا مبدأ لو راجل كمل السندوتش. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت عندك شوف حجم السندوتش عامل إزاي، ده السندوتش التريبل اللي عندنا. ما شاء الله شوف حجمه كبير عامل إزاي وكبير. اللهم صل على النبي. بيتمسك إزاي ده أصلًا؟ وده بيتاكل إزاي؟ في حد بياكل السندوتشات دي؟ بياكلها ازاي؟ بيبقوا بيضغطوا كده. ده المفروض ننزل معاك كتالوج ازاي تاكل الساندوتش ده. اللهم صل على النبي. شايف حجم الساندوتش ده؟ طبعا الساندوتش التريبل بيبقى ثلاث طبقات، في طبقتين وفي طبق. الثلاث طبقات والطبقتين والطبق انت مش هتقدر تكمله اصلا، لان حجم الساندوتش كبير وسعره رخيص، وده اللي احنا بنتميز بيه. ده مثلا ده بيج ستومك، هتلاقي هنا في ساندوتش رانش، هتلاقي هنا في ميكس، وده ساندوتش مميز قوي، فراخ ويبقى عليه شاورما من فوق.
يا لهوي على الجمدان، يا لهوي على الدلع، يا لهوي على الحلاوه، يا لهوي على الطعامه. ايه ده بقى؟ طب انا معاكم بقى ايه، هجرب دلوقتي السندوتش بجد والله، انا عايز اعرف طعمه عامل ازاي. يا رب بس ما يقع مني. ده بيتاكل ازاي بقى كده؟ احنا ممكن نعمل مسابقه ان اللي ياكل في قطمه واحده ده كله مثلا يبقى كسبان. شوف 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 الواقع، شوف الواقع. مش مهم مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اقسم بالله بجد جامد. شايف؟ شايف؟ انا بقي جاب حته صغيره من الساندوتش. الله. والله العظيم بجد جامد. انا شبعت. والله شبعت. الناس بتقول خلاص ازاي؟ في حد يطلب التريبل ده؟ طب ده الاكيل بقى. الاكيله تيجي توريني نفسها، توريني هتخلص التريبل ده في قد ايه وقت. عايز بقى اجرب بقى ايه؟ ساندوتش اللي هو الميكس بقى. ده اختراع بقى. يا لهوي اختراع اختراع اختراع. اه يا رجالة. اه ده بقى ساندوتش ميكس. تعالى كده يا عبدو بص. بص ساندوتش ميكس بيبقى عامل ازاي؟ ثلاث طبقات، طبقتين اللي تحت فراخ، الطبقه اللي فوق شاورما، وعليه بقى صوصات وخس وطماطم والتتبيله السريه بتاعتنا وحاجه دلع. هذوق انا معاك كده. يا جماعه احنا ازاي ما حدش عارف ان احنا رقم واحد؟ بجد قسما بالله والله العظيم ما مبالغه، السندوتش ده خطير. انا سعيد، انا سعيد ان الليفل بتاع الاكل عندنا كده، ان احنا نقدر ننافس في اي حته احنا عايزينها بجد ونخش بقلب جامد. وده عشان كده احنا مسمين نفسنا ملوك الفرايد تشيكن في مصر، عشان احنا فعلا ملوك. الاكل هنا خطير. الناس بقى اللي مش بتحب السندوتشات الكبيره، احنا جبنا لك السندوتشات الطويله اللي هي تو ستومك. شايف؟ شايف مليان من جوه ازاي؟ شايف الراب حلو ازاي؟ شايف كبير ازاي؟ بص بقى كده. انت لسه ما جربتش الصومه؟ خليك قاعد في البيت، خليك قاعد في البيت بجد. فاتك كتير، فاتك كتير. ممكن تطلب دليفري من 16940، جاك لحد عندك سخن موحده. اه جمدان، اه جمدان، اه جمدان، اه يا لهوي الصومه ده جامد. نيجي بقى للحاجه المهمه اللي انا شخصيا بعشقها، الا وهي الابيتايزرز، البطاطس والكوليسترول والحاجات دي كلها. تعالى بقى عندي كده واتفرج وشوف ايه هي الابيتايزرز اللي عندنا. مثال عندك هنا تشيز فرايز، البطاطس بالجبنه. عندك هنا رانش فرايز، بطاطس بالرانش. عندك هنا هاليبيني فرايز، فرايز بالهاليبيني سبايسي. عندك هنا دي انا مسميها البطاطس الملولوه، هم مسمينها كيرلي بس انا بحبها ملولوه. عندك هنا موزاريلا ستيكس، عندك هنا برضه موزاريلا ستيكس بس دي سبايسي، دي جواها هاليبيني وشطه وحاجه كده دلع الدلع. دي حاجه اسمها تشيز بايتس، تشيز بايتس دي لما تيجي تفتحها من جوه هتلاقي جواها جبنه، حاجه خطيره. ده بقى طبعا الناس كلها عارفاه، اللي كله بيجي عشان احنا مميزين فيه قوي، اللي هو الريزو. طبعا الكوليسترول كلنا عارفينه. انا بقى عايز والله بجد هجرب معاكم هنا دلوقتي، محتاج شوكه هنا بقى عشان النظافه والتعقيم. كل واحد بياخد كفر، الكفر ده لما تيجي تفتحه هتلاقي فيه الكومبوننت دي. اول حاجه منديل عادي، رقم اثنين منديل معطر بتاع ستومك، ده بتاعنا احنا بنعمله في المصنع بتاعنا. جلافز بتاعك، جلافز بقى جلافز قوي مش بيتقطع. انت لو رحت اماكن كتير بيديك جلافز مجرد ما تلبسه كده اتقطع منه، لا عندنا جلافز قوي قوي. زائد بتاخد الشوكه والمعلقه، معلقه شوكه او شوكه معلقه كده يعني. اول حاجه نبدا بيها بقى التشيز بايتس، دي اكتر حاجه مميزه عندي. لما تيجي تفتحها كده من جوه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الجبنه اللي بتبص كده. دي نحطها جبنه كمان وندوقها كده، يا اختي قسما بالله خطيره. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
تحفه. نصيحه من اخوكو، هتيجي اول حاجه اطلبك تشيز بايتس تحفه. دلوقتي بقى يلا بينا نجرب الهالوبينو فرايز. هالوبينو هالوبينو سبايسي سبايسي دي بقى بالرانش. والله العظيم احنا جامدين بجد. تجيب الجبنه انا ممكن اعمل حاجه اصلا مش عايز الشوكه دي. ايه الجمال ده؟ احنا ازاي فاجرين كده؟ اللهم صل على النبي. دي الموتزاريلا ستيكس من جوه. شوف شوف الموتزاريلا من جوه. الله كلها بالرانش بقى المره دي خطيره والله خطيره. دي السبايسي. بص 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 من جوه بص من جوه بص من جوه. سبايسي قوي دي محدش قال لي. الناس بتحب سبايسي دي جرب دي خطيره. نجرب ايه تاني؟ الريزو بقى. الريزو انا مش محتاج اعمل ريفيو عن الريزو اصلا. الناس كلها بتيجي هنا بتطلبها عشان هو جامد جدا. انت اللي تفرق. سؤال، انت لسه ما جيتش استومك فاتك كتير. كلت فرايد تشيكن قبل كده ده طبيعي بس ما كانش في استومك. استومك في حته والناس كلها في حته. مع كامل الاحترام للكل احنا بناكل فرايد تشيكن في مصر. تعال اتفرج ودوق بنفسك واحكم. بقول لك حاجه، تعال دوق واعمل الريفيو اللي انت عايزه. الناس اللي بتسال فروره فين؟ واحد اكتوبر في الحصري، اثنين مدينة نصر شارع أنور المفتي المتفرج من عباس العقاد، ثلاثة شارع الهرم أول شارع عريش، أربعة جامعة القاهرة في وش كلية التجارة، خمسة طنطا في دوران سعيد، ستة اسكندرية سموحة دوران علي بن أبي طالب. وقريب قوي قريب قوي إيه كمان أسبوع فرع ستانلي على كوبري ستانلي جنب سلطان ستانلي. تقدر تطلبنا كمان من هوت لاين من 16 940. مفيش دعوة أكتر من كده. استومك ملوك الفرايد تشيكن في مصر بجد.